La commune de Lens. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الزيارة حقيقة وقفنا على واقع أول الصناعة التقليدية، اكتشفنا قدرات حقيقة في المستوى، قدرات الحرفيين والحرفيات ومستوى أداء ممتاز حيث التكوين. أيضا ولاية أم البواقي فيها ثلاث دور للصناعة التقليدية، وهذا في الحقيقة شيء متقدم بالنسبة لكثير من الولايات. وأيضا عندهم مركز لتكوين تدعيم المهارات، ولاحظنا يعني من خلال تجوال المعرض أن هناك أشياء متقنة جدا، خصوصا الزربية الحركاتية اللي عندها بعد كبير جدا. وأيضا شفنا تجربة نتاع الأجبان أيضا اللي عندها مستقبل كبير بالنسبة للتسويق حتى خارجيا. وكذلك لاحظنا أن بعض الحرفيين وصلوا إلى مستوى تصنيع، يعني على مستوى خصوصا في جانب الألبسة. إذن في جانب الصناعة التقليدية هناك قدرات الحقيقة ممتازة، والمديرية هنا تسهر على مرافقة الحرفيين بالتكوين والترقية والترويج، وممكن حتى في المستقبل إعانتهم في جانب التسويق.